اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مستمرين في متابعه فعاليات قمه المناخ 27، واحنا هنا في الجناح المصري واطلاق مبادره حياه كريمه لافريقيا ودور مبادره حياه كريمه في قمه المناخ 27 في شرم الشيخ. يعني نتحدث بشيء من التفصيل لدكتور ندى الدمياطي رئيس القطاع الطبي في حياه كريمه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. تواجد حياه كريمه وجناح حياه كريمه في قمه المناخ 27، لو حضرتك توضح لنا دور حياه كريمه هنا في قمة المناخ. طبعا هو يعني دور كبير، احنا عندنا جناح، عندنا مشاركة في العديد من الندوات على مدار الأسبوعين لمؤتمر الكوب 27. يعني احنا بنقول انه الفكرة او الهدف الرئيسي من المؤتمر المناخ هو ينطبق تماما مع الهدف السامي بتاع مبادرة حياة كريمة اللي مؤسسة حياة كريمة بتشرف ان هي أحد أعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ هذه المبادرة. الحقيقة إحنا في هذا المؤتمر مهتمين جداً 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 إن إحنا ننشر ونعرف العالم كله بمختلف أنحائه إيه هي المبادرة الرئاسية دي، إيه الهدف منها. إحنا مبادرة موجهة لخدمة 60 مليون مواطن، وده عدد كبير جداً جداً إن مبادرة تقدر تشمل هذا الأرقام. ومدى التغيير اللي أحدثته حياة كريمة في الريف المصري؟ بنحاول في كل اللقاءات اللي إحنا بننفذها إن إحنا نوضح، سواء يعني لقاءات او فيديوهات، بنحاول نعرض ما تم على الارض، لانه احنا بنتكلم على انجاز حقيقي فعلا. صحيح. احنا ما بنتكلمش على خطط لسه هتنفذ، احنا بنتم على انجاز حصل في وقت قياسي. اضرب لحضرتك مثال، مثلا تبطين الترع. صحيح. لسه احنا الاسبوع اللي فات كان حاصلين على جائزه احسن قريه او افضل قريه بيئيه اللي هي قريه فارس، فده احنا فعلا في خطوات جاده فعلا بدانا ننفذها. بنحاول ننشر فكر مبادره حياه كريمه عالميا، ويمكن النهارده اتكلل ده بالنجاح باطلاق المبادره حياه كريمه افريقيا. طيب، مبادرة رئاسية جديدة حياة كريمة لأفريقيا، والشعوب الأفريقية تعاني كثيرا من التغيرات المناخية، مسألة شح المياه، وإحنا لسه كنت حتى بتقولي تبطين الترع، مشاريع كتير اتعملت في حياة كريمة واتعملت في الريف المصري تتماشى مع ما نطالب به لمواجهة التغيرات المناخية. إزاي ده هيتم للشعوب الأفريقية من خلال هذه المبادرة الرئاسية؟ والله أقول لحضرتك، هو لما نلاقي في نجاح فعلا حصل على الأرض وملموس، فإحنا بقى عندنا نموذج، بقينا عندنا النو هاو زي ما بيقولوا. فبالتالي أنا ليه ما أطبقوش على دول أفريقيا وعلى الدول الصديقة في نفس القارة، وتقريبا بنواجه نفس الظروف الاقتصادية والمناخية وكل الظروف يعني تقريبا متواسين فيها. فبالتالي إحنا يعني المبادرة دي جت بقى نتاج العديد من اللقاءات والاجتماعات مع وزارة البيئة يعني وخلافه للتنسيق مع الدول اللي هي المجاورة، عشان نقدر نشوف إزاي ناخد المبادرة دي أو النموذج الناجح ده اللي تم تنفيذه في مصر، في قرى الريف المصري. صحيح. في قرى الريف المصري، ونعممها في قرى أو الريف الأفريقي. طيب، الاستراتيجية إيه بتاعت مبادرة حياة كريمة لأفريقيا، المحاور والأهداف لهذه المبادرة؟ هتشمل محاور بيئية، محاور حتى على المستوى الصحي، محاور على مجال يعني احنا بنتكلم زي ما حصل في مصر تحسين جودة الحياة، جودة الحياة بشكل عام للمواطنين. احنا محاور حياة كريمة هي بتشمل الصحة، التعليم، البيئة، يعني حياة كريمة فعلا تبقى شاملة كل المحاور بتاعتها. فاحنا طبعا نفس النموذج اللي عملناه هنا هو اللي هيتم تطبيقه في الدول الأفريقية، مع مراعاة ممكن بيبقى فيه تغييرات بسيطة طبقا للعادات والتقاليد لكل بلد. ازاي شفتي استقبال الدول الافريقيه لهذه المبادره؟ الترحيب شديد جدا جدا. احنا الحمد لله كقاره افريقيه يعني بتلاقي الدول كلها بتبقى حابه جدا التعاون مع مصر، احنا لينا قدر كبير وقيمه كبيره جدا جدا، فاي مقترح او اي مبادره بتتم طرحها من قبل مصر بتلاقي استحسان كبير، واكبر دليل ان احنا النهارده بندشن المبادره يعني بداناها رسمي او يعني اعلنا عليها الانطلاق بتاعها رسميا. الف مبروك للمبادره، وان شاء الله نشوف حياه كريمه لافريقيا ان شاء الله. شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور ندى الدمواطي. شكرا جزيلا على وجودك. ميرسي يا فندم. شكرا جزيلا.